رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر من خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وقال إن ذلك سيشكل تهديداً للأمن القومي والاقتصادي. وأمام البرلمان عرض الاتفاق الذي توصل إليه مع القادة الأوروبيين في بروكسل وأضاف: لدينا وضع خاص، يعني أن بريطانيا سيكون لها أفضل عالمين، سنكون جزءا من أوروبا التي تتفق معنا وتؤثر بالقرارات التي تعنينا في قيادة مقعد أكبر سوق موحدة في العالم مع إمكانية اتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن شعبنا، لكننا سنكون خارج أوروبا التي بالنسبة إلينا لا نتيجة لها، سنكون خارج اليورو، خارج منطقة عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو، وخارج منطقة الانتقال الحر بين حدود دول شنغن. سنكون بشكل دائم وقانوني محميين كلما كنا جزءا مقربا من اتحاد أوثق. كاميرون أكد أنه لا استفتاء آخر حول عضوية المملكة في الاتحاد، نافيا بذلك ما تردد حول أن التصويت بلا في استفتاء حزيران يونيو المقبل قد يفتح المجال للمطالبة بشروط عضوية أفضل. فرئيس بلدية لندن بوريس جونسون كان قد أعلن أن الاتحاد الأوروبي لا يستمع إلى شعب إلا عندما يقول لا، فجونسون هو من حزب المحافظين انضم إلى المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.